الاخر الانسان ما يسبقش الاحداث. دوك حنا ندير انا نقوم بالتحضيرات تاعنا ان شاء الله نركزوا على العمل تاعنا باش نكونوا واجدين البطوله الوطنيه. دوك فريق اتحاد العاصمه دائما يلعب الادوار الاولى ان شاء الله نكونوا في حسن ظن الفريق الانصار وان شاء الله نكونوا متحدين باش نديروا نتائج ايجابيه ان شاء الله. لينا هذه نزيدوا المباراه الرابعه نزيدوا اكثر واكثر باش تكون الجوله تاعنا الاولى ان شاء الله راح نقدموا فيها احسن ما يكون. بون الحمد لله هذا المره الاولى سي في من العام اللي فات ما كتبتليش معليش ما كراتش خدمت وين جا المدرب قدم لي الفريق طلعني هذا المره سمحت لي الفرصه وين لازم نزيد نبين اكثر واكثر وان شاء الله نكون على راضي لونترينر ونخدموا من اكثر ان شاء الله.